بقول لك ايه يا رمضان؟ ايه يا حماتي؟ تتحداني يا رمضان اعمل لك مسقعه باللحمه المفرومه ب 10 جنيه بس؟ 10 جنيه بس؟ ب 10 جنيه بس. لا لا شكرا يا حماتي، لا تعملي زي دينا وانزل انا نفسي مصر كلها مدايلاني تحت. لا يا حبيبي انا مش زي بنتي، واوعدك يا بابا محدش هيقول لك على جنيه. طب شوف مش تخسر حاجه دي 10 جنيه. ماشي يا حماتي نشوف. وعلى 10 جنيه 10 جنيه جديده كمان اهي، اتفضلي. جديده؟ لا 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 ده انا هعمل لك، بص تاكل صوابعك كده وراها. الله الريحه الحلوه دي، معقوله المسقعه دي كلها يا حماتي ب 10 جنيه باللحمه المفرومه كمان؟ ما شاء الله عليك يا حماتي، عملتها ازاي دي؟ شوف وب 10 جنيه بس، ايدك بقى يا اخويا على الحلاوه. ده انت تاخدي احلى هديه، بصي بالمناسبه دي ولا بلاش؟ لانزل يحصل حاجه، اول ما انزل اشوف الدنيا تحت هطلع اديك اللي انت عايزاه. انزل يا حبيبي وهتطلع تديني ضعف الضعفين. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ رمضان؟ ال 1000 جنيه اللي عليا لقيت الفلوس. لا يا استاذ رمضان، حماد حضرتك جت دفعت ال 1000 جنيه وحتى ادت للناس اللي شغالين 300 جنيه تبس. استاذ رمضان. نعم. حماتك جت هنا، حماتك الله يكرمها. حمات انا؟ ورزقت كل الناس هنا بال 100 وال 200. الله يبارك لها في صحتها وعافيتها. شكرا. استاذ رمضان. نعم. حماتك بدات حاجه عظيمه. حمات انا؟ حماتك جت هنا وخدت طلبات من هنا ورضت الناس كلها وقطعت بكشيش بال 100 وال 200. عملت كده؟ اشكرها لنا بالله عليك يا استاذ رمضان. هي ورثت ولا ايه؟ اللهم صل على النبي، حاضر اشكرها لك يا حبيبي. استاذ رمضان. نعم. اشكر لنا حماتك بالله عليك يا استاذ رمضان. اشكر على ايه؟ وهي معديه امبارح والله رضت الناس كلها بال 100 وال 200 حتى الغلابه. حماتة انا عملت كده؟ دي ما شاء الله دي وزعت فلوس على المنطقه كلها. دي ورثت دي ولا ايه؟ ولا لقيت حاجه؟ انا هطلع اشوف الموضوع ده مع بنتها. ماشي يا حبيبي هسلم لك عليها، حاضر هشكرها لك. دينا ايه اللي امك عملته ده؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتش ايه؟ امك وزعت فلوس على المنطقه كلها، سيطتني. يا ابني امي دي ست كريمه، كريمه جدا، واللي في ايديها مش ليها. بس سؤال بس، انت ما تعرفيش جابت الفلوس دي منين؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا والله ما قلتيلي. لا بجد انت بتهزر، انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. اصل بصراحه ماما كانت مزنوقه في قرشين وميلت على، ما هو انا بنتها بصراحه يعني. ما انت هو انت معاكي فلوس؟ انت عارف ان انا معيش فلوس، ما انت عارف اجيب منين انا يعني. ما انا عارف انك معكيش فلوس. غير جوزي حبيب قلبي ابو عيالي. مفيش، انا اخدت الفلوس اللي في الفيزا اللي انت كنت شايلهم على جنب. الفلوس اللي في الفيزا؟ ال 30,000 جنيه؟ ال 30,000 يا اخوي. يامك داخله معايا تحدي في مسقعه ب 10 جنيه عشان تاخد قدامهم 30,000 جنيه؟ يعني انا واكل مسقعه ب 30,000 جنيه؟ مسقعه ب 30,000؟ لا يا اخويا، هي عامله العام مسقعه ب 10 جنيه بس. لا ما شاء الله على امك، وجبت مع الناس كلها من جيبي. ما انت عارف ان هي كريمه يا رمضان. والكرم بيبص. وهي شرفتك، دي حماتك. منكم لله، مش هتحداكوا تاني، مفيش تحدي.